بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. من اكتر الحاجات اللي استغربت ليها لما عملت فيديو والرد على الشمتين من الاعلام الجزائري في خساره المنتخب المغربي للسيدات ان انا اصلا ما لقيتش ناس فهمت ان انا كنت بهرج اصلا. يعني بسم الله ما شاء الله واحده من اكبر المشاكل اللي عندي هنا في القناه، الناس ما بتفهمش امتى الواحد بيتكلم بجد وامتى الواحد بيهزر. يا باشا انا بدافع عنك، والله انا بدافع عنك. انا طالع بتكلم في الفيديو ان الاعلام الجزائري ما سخرش ولا اي حاجه، انا طالع بدافع عنك سعادتك، والله انا طالع بدافع عنك حضرتك ان انت ما قلتش حاجه والاعلام بتاعك ما قالش حاجه، ولا كان خناقتي كلهم مع اليوتيوبر سعادتك. انا مش خناقتي مع الاعلام الجزائري ولا خناقتي مع خساره المنتخب المغربي، انا خناقتي مع اليوتيوبر اللي بينصب عليك لمؤاخذه وانت تقول لي انا عندي وعي كافي. لا يا اسطى، انت بتخش تتفرج على الفيديوهات دي وبتعمل لايكات وبتشتم كمان وبتعمل، ما تشتغلنيش تقول لي انا عندي وعي كافي والكلام ده. لا يا اسطى، الفيديوهات دي بلاقيها معديه ال100 وال200 الف يا اسطى، فمعنى كده ان انت ما بتشتغلش، انا يا بتشتغل نفسك بجد والله. انا كانت خناقتي مع اليوتيوبر اللي بينصب عليك سعادتك، انا مش مشكلتي معاك يا ابني انت ولا هو، انا مشكلتي مع اليوتيوبر. وحابين نقول لهم نهدي اللعب شويه، كالما كالما، في مشاكل كتير ما بين المغاربه والجزائريين حاليا ما نحاولش نستغلها. ده كان المسج الرساله بتاعتي، بس للاسف الواحد الرساله بتاعته تقريبا كده ما بتتبعتش. يعني بسم الله ما شاء الله الواحد يعمل فيديو عشان خاطر يهدي ويقول للناس يا جماعه ما تصدقوش اي حاجه بتتقال لكم ولا اي حاجه بتسمعوها، برضه الناس تشتمك اللي هو لا اله الا الله يا بيه. الواحد عنده كاريزما ان الناس تكرهه لله في لله، بس هنعمل ايه؟ هو ده حال الدنيا. الواحد لما يقول للناس يا جماعه ما تصدقش اي حاجه بتشوفها غير لما تشوف ان في مصدر رئيسي للقصه دي، او ما تصدقش حد بيقول لك ان انا برد على كذا غير لما تشوف اصلا هو بيرد على ايه، وتشوف الفيديو او تشوف الصوره او تشوف حتى الكومنت اللي معلقه والشخصيه المشهوره دي. انا كنت طالع بتكلم في كده، انما انت طالع بتتكلم في حته ثانيه. ده انا اتشتمش شاين بسبب الفيديو ده، واني اعرف ليه؟ الله اعلم. يعني انا كانت خناقتي مع اليوتيوبر مش خناقتي معاك انت ولا هو عزيزي. فرقم توضيح يا اسطى، ويا رب تفهم ثاني وثالث ورابع ان انا مش مشكلتي معاك انت او هو، انا مشكلتي مع اليوتيوبر اللي بينصب عليك واليوتيوبر اللي بينصب عليه هو. لان سبحان الله اغلب الناس اللي بتتكلم دلوقتي على الرد على شماتة الاعلام الجزائري من خسارة المنتخب المغربي برضو كانت بتتكلم على الرد على شماتة الاعلام المغربي من خسارة المنتخب الجزائري. يابا والله دنيا وماشي. هتقولي طب ما كلكم بتدوروا على المشاهدات، اقول لك يا اسطى ما انا قلت لك من اول يوم في حد هنا على المنصه دي بيعمل فيديوهات علشان خاطر يتفرج عليها لوحده؟ انا كنت بعمل كده في اول سنتين بس زهقت من الفرجه على الفيديوهات بتاعت الواحد عزيزي، فعشان كده ربنا كرمنا ودخلنا في منطقه اثاره الجدل. ايه ده عشان تجيب مشاهدات؟ عشان هضحك عليك؟ انا قلت لك انا شخص بائس وفي حاجه للمشاهدات واللايكات والسبسكرايبات، هضحك عليك؟ لا يا اسطى، بس انا بقول لك كل واحد بيجيب مشاهداته وحاجات من دي بطريقته يا اسطى. تقول لي معقد وتركز في المشاهدات، اقول لك هو في حد على اليوتيوب ما بيركزش في المشاهدات؟ هنشتغل بعض ولا هننقع على بعض؟ بس ده كان رد لازم الواحد يرده. لو عجبك بقى الرد اهلا وسهلا بيه في القناه، ما عجبكش الرد وشايف ان انا بغلط برده مع نفسك بقى يا اسطى، اعمل لك ايه تاني؟